السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالنص المسترسل صديقنا الوفي. سنجيب عن أسئلة المقطع الأول. إذن أولا سنقرأ المقطع الأول. صديقنا الوفي، هل تصدقونني يا أصدقائي إذا قلت لكم إنني أصغر غني في العالم كله وعدد أصدقائي زهاء مليار صديق، منهم العربي والإفريقي والأسيوي والأوروبي والأمريكي والأسترالي، وأتكلم معهم بلغاتهم المختلفة العربية والصينية والإنجليزية والإسبانية والهندية والفرنسية والهولندية، وليس لي من الأعداء أحد، فكل الكبار والصغار يحبونني ويرغبون في زيارتي بين الحين والآخر كما يطلبون صدقتي. طبعا لن تصدقوا كلامي كله، فقد أكون فعلا أصغر غني، لكن أن أتخذ هذا الكم الهائل من الأصدقاء ولا يوجد بينهم من يعاديني، فهذا من الأمور التي لا يصدقها العقل. أما أنا فأصدقها، وسأقدم لكم الدليل على أن قصتي صادقة، ليس فيها شيء من الخيال أو المبالغة، لهذا سأحكيها من الألف إلى الياء كي تثقوا بي وتزورونني متى شئتم وأينما كنتم، فأنا حاضر في كل مكان وفي كل زمان. والآن يا أصدقائي دعوا مخترعي يعرفكم بنفسه. إذن نهاية المقطع الأول. إذن المقطع الأول يتحدث عن اختراع الفيسبوك بطبيعة الحال. إذا لاحظتم فالنص يتحدث عن الفيسبوك وعن هذا الاختراع الذي يعني جمع العالم كله كبارا وصغارا من جميع الجنسيات جميع اللغات جميع الأعراق، فهم يعني يتوفرون على حساب على هذا الموقع. إذن المقطع الأول سنبدأ بأتذكر. أقدم لأصدقائي ملخصا شفهيا لما تعرفته في دراسة النص الوظيفي من ثورات علمية وصناعية. إذن بالنسبة لفقرة أتذكر أقترح عليكم التلخيص الآتي: يعتبر التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل ثورة صناعية ثالثة بعد الثورة الصناعية الأولى التي تميزت باختراع الآلة البخارية والسكة الحديدية، والثورة الصناعية الثانية التي اعتمدت على استغلال الكهرباء والبترول. إذن سنمر الآن إلى أسئلة الفهم. كم عدد أصدقائي الساري؟ وهل صحيح أن يبلغ الأصدقاء هذا العدد؟ إذن السؤال الأول أو جوابا عن السؤال الأول: يبلغ عدد أصدقائي الساري زهاء مليار صديق. لا يمكن أن يبلغ الأصدقاء هذا العدد. إذن طبعا الحال عندما نتحدث عن شخص يعني إنسان عادي لا يمكن أن يبلغ أصدقائه مليار صديق. إذن هذا الأمر بالنسبة للعقل فهو أمر يعني بعيد عن الحقيقة وبعيد عن الواقع. السؤال الثاني: ما اللغات التي يتحدث بها السارد؟ وهل تصدق بأنه يتكلم بكل هذه اللغات؟ إذن يتكلم السارد لغات جميع أصدقائه. تخيلوا معي جميع اللغات كالعربية الصينية الإنجليزية الإسبانية الهندية الفرنسية الهولندية جميع اللغات. إذن اللغات لاحظوا معي مليار صديق. إذن جل هؤلاء الأصدقاء إذن فهم يتحدثون بطبيعة الحال مجموعة من اللغات، وهذا الصديق فهو يتقن جميع هذه اللغات. طبعا لا يمكن تصديق أن السارد يمكنه تكلم جميع هذه اللغات. أين يوجد السارد؟ وهل بإمكان الإنسان أن يوجد في كل زمان ومكان؟ إذن قال السارد بأنه يوجد في كل مكان وزمان، ولا يمكن لإنسان بطبيعة الحال أن يتواجد في كل زمان ومكان. إذن هنا فنحن نتحدث عن شيء ليس بإنسان، ليس فردا طبيعيا مثلنا. إذن السؤال الأول من أحلل: أختار إحدى الإجابات الآتية. بدأ السارد القصة بذكر خبر غريب، لماذا؟ إذن ما هو السبب؟ ألف: لتشويق القارئ وشده إلى القصة من بدايتها، لأن ما يسرده حقيقة لا خيال فيه، لأن ما يسرده خيالي لا علاقة له بالواقع. إذن بذكر هذه الأشياء الغريبة التي أجبنا عنها في أسئلة الفهم، بطبيعة الحال الهدف من استغلال هذه المعلومات الغريبة هو تشويق القارئ وشده إلى القصة من بدايتها. إذن اللي خلق هذا العامل، عامل التشويق وعامل
شد القارئ وجذب انتباهه وأسره لكي يتمم هذه القصة. سؤال ثاني، أبحث في بداية القصة عن الأفعال التي استعملها الكاتب بكثرة، هل هي المضارع أم الماضي أم الأمر، وأبين دلالة هذا الفعل على حيوية الأحداث. إذن الأفعال المستعملة بكثرة في بداية المقطع، إذا الأفعال المستعملة هي أفعال مضارعة، وذلك لماذا؟ إذا السبب من استعمال هذه الأفعال واستعمال هذا الزمن هو إضفاء الحيوية والواقعية على الأحداث، إذا إضفاء هذه الصفة بأن هذه الأحداث هي واقعية، وفعلا هذه الأشياء التي يذكرها السرد هي تتحقق يعني في الوقت الراهن الحالي. نمر الآن إلى السؤال الثالث، أحدد الضميرين اللذين استعملا في سرد وقائع هذا المقطع في الآتي: ألف ضمير المتكلم الغائب، أو ضمير المتكلم والمخاطبين، أو ضمير الغائب والمخاطبين. طبعا الحال باء هو الجواب الصحيح، لأن الكاتب هنا استعمل ضمير المتكلم والمخاطبين. إذن السؤال الأخير من المقطع الأول، ألخص المقطع الأول في 5 جمل. إذن المطلوب منا أن نلخص المقطع الأول. إذن سنقول كتلخيص لهذا المقطع، أو أقترح عليكم كتلخيص لهذا المقطع: بدأ السارد المقطع الأول بذكر أخبار غريبة ومشوقة عن عدد أصدقائه، والذي يبلغ عددهم قرابة 1 مليار صديق، وأنه بإمكانه تحدث جميع اللغات وكذلك الحضور في كل زمان ومكان. إذن هذه الأشياء الغريبة التي ذكرها الكاتب، إذن لاحظوا معي عدد الأصدقاء 1 مليار صديق، يتحدث جميع اللغات، يحضر في كل زمان ومكان. إذن بطبيعة الحال لجأ السارد لاستعمال هذه الأحداث لكي يخلق طابع تشويق والجذب القارئ للقصة لكي يتابعها من الأول إلى الأخير، ليكتشف بالفعل ما هذا الشيء الذي يملك هذه الأشياء ويعني يحظى بصداقة 1 مليار شخص. هو صديق لمليار شخص، كيف يمكنه أن يكون صديقا لمليار شخص؟ أو كيف يمكنه أن يتقن جميع هذه اللغات؟ وكيف يمكن أن يحضر في كل زمان ومكان؟ إذن هذه الأشياء، إذن طبعا الحال فهي مستعملة لخلق التشويق يعني جذب القارئ لمتابعة القصة. إذن هذه الأجوبة الخاصة بالنص المسترسل الجزء الأول أو المقطع الأول. الفيديو القادم إن شاء الله تعالى سنجيب عن أسئلة المقطع الثاني، سنتعرف من هو مخترع هذا التطبيق الشهير، وكيف اهتدى إلى فكرة يعني اختراع هذا التطبيق. دائما على نفس القناة، إلى اللقاء.